هذا سائل يقول: قرأت في كتاب عن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جاءه رسول برسالة فلم تعجب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقتل هذا الرسول، فهل هذه الرواية صحيحة؟ هذا كذب، هذا كذب. الشيخ ما قتل أحد، لكن هم الذين قاتلوا فقاتلهم. لما قاتلوا المسلمين وقاتلوا الذين تمسكوا بدعوة الشيخ قاتلهم، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ، أنه قتل واحدا قدم عليه، هذا من الكذب. نعم.